صباح الخير، كيفك فرح اليوم؟ يسعد صباحك. سلمى كيفك؟ صباح الخير إليك. صباح الخير إليك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد إن شاء الله يا رب يكون مليان بالصحة والخير والتفاؤل، ومواضيع عديدة ومتنوعة رح تكون بصباحاتنا لليوم. أكيد أكيد سلمى، دائما بنبدأ صباحنا بنقول يا رب يكون هذا النهار حامل معه كل الخير البركة والانفراجات. صباح الخير لكل الناس المتوجهين لعملهم، وعلى أمل يكون يوم مميز، يوم مليء بالخير. ساعة وربع من الوقت رافقونا بعد الفاصل. سلمى، خلينا نقول مرة ثانية ألف رحمة ونور على روح الفنانة أنطوانيت نجيب والمسيرة الطويلة من العطاء اللي تركت أكيد بسمة كبيرة بقلوبنا وذاكرة أكيد ما بتمحيها الأيام. أما هلأ خلينا نروح سوا لذاكرة الأيام ونشوف شو صار بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 18 آب، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1807 انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية اخترعها المهندس روبرت فيلتون، مدشناً بذلك عصر الملاحة ذو الدفع الميكانيكي. وبعام 1992 إعلان إفلاس شركة تقنية المعلومات العملاقة وانغ. ومثل اليوم من عام 2013 اختتام بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو. وبعام 2018 انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 2018 المنعقدة بالفترة ما بين 18 آب و2 أيلول في جاكرتا عاصمة أندونيسيا. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1920 تشيلي ويتنزر، ممثلة أمريكية. ومن الشخصيات اللي غدرت عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 2015 خالد الأسعد، عالم آثار سوري استشهد على يد تنظيم داعش الإرهابي. ما هلا فرح، رح نبلش أولى محطاتنا، ويمكن في كتير من السيدات بتسأل يا ترى شو سبب بكاء طفلي المستمر، وهل ممكن يكون شخصيته أو ممكن يكون طبع عنده. كتير أسئلة أنه ممكن أي كلمة تتوجه للطفل هو يبكي. أكيد سلمى، الأسباب ممكن نحن نحسها بسيطة لكن بالواقع هي كتير بتأثر بالطفل. بما أنا عم نحكي سلمى عن الأطفال، ممكن أحيانا يخونن التعبير، ممكن أحيانا ما يوصل لنا الفكرة يلي مضايقة الطفل، وممكن كمان تكون شخصية الطفل كتير مميزة، ممكن يكون شخصيته كتير حساسة، ولازم نكون انتقائيين باختيار المفردات والكلمات وله طريقة خاصة بالتعامل. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وكيف منقدر نتعامل مع الطفل الحساس. هذا الموضوع رح نحكي عنه بالتفصيل مع الأستاذ محمود الخالد، مدرب متخصص في الصحة النفسية للطفل. صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ صباحكم تمام، ماشي الحال الحمد لله. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني موضوعنا اليوم رح نحكي فيه أكثر عن الطفل الحساس. خلينا نبلش هيك نعرف الناس، كيف أنا بعرف أنه ردة فعل الطفل هي بتدل أنه هو طفل حساس؟ هلا في كتير تفاصيل بتدل على أنه ابننا أو طفلنا هو حساس. في عنا بعض الميزات الإيجابية لتدل على أنه هو حساس، وفي عنا بعض الميزات السلبية لتدل على أنه هو حساس. يعني فخلينا نفصلهم. يعني هلا الطفل الحساس في عنا ميزة كثير مهمة، هو خجول. بنلاقيه قدر المستطاع أي حدا ممكن يعني يحكي معه أو أي يقرب ناحه أو يحكي يسايره بموضوع، فهو حيساير، هو ما حيحكي، هو ما حياخد ويعطي معه لأنه هو بطبيعته خجول. في عنا صفات تانية للطفل الحساس، ممكن نلاقيه شوي يميل إلى الانعزالية. يعني خلينا نقول الطفل الحساس غالباً ما بيكون عنده الجرأة ليفوت ويخوض ويقعد مع أقرانه أو أهله أو أي تفاصيل، فخلينا نقول ممكن يكون انعزالي شوي. هلأ بالإضافة لبعض الميزات الإيجابية للطفل الحساس، ممكن يكون هو دقيق التركيز، بيدقق على كثير تفاصيل. حنلاقيه هو محب، يعني ممكن إذا لقينا في حيوانات حنلاقيه بيلعب مع هاي الحيوانات، بيحاول يقرب ناحها. حنلاقيه ودود مع يعني مع أهله، لأنه هو أصلاً يعني
ما بدنا نقول بخاف، لا بس بدنا نقول يعني انه هو يعني شو ما بيطلبوا منه بيلبي. ممكن اذا يعني بعض التفاصيل اي كلمه ممكن تنحكى قدامه فهي ممكن تزعله، فممكن نقول انه هو يعني رده فعله ممكن تكون سريعه لا لا لاي شيء لاي حدث ممكن يصير قدامه، ان كان ايجابي فهو ممكن يفرح وينط فيه كثير لانه حيتفاعل معه، واذا كان محزن ممكن يخليه يبكي، فهو يعني خلينا نقول انفعالي خلينا نسميه شوي. يعني دائما السؤال استاذ محمود انه احنا كيف بنفرق بين الطفل المدلل كثير يلي ممكن يكون في صفات مشتركه بينه وبين الطفل الحساس، شو نقاط الاشتراك اذا بدنا نقول، شو نقاط الاختلاف بين النوعين من الاطفال؟ هلا الدلال هو بالضروره رح يعمل منه رح يعمل بالنسبه له شخصيه حساسه. نعم. فانا يعني اول سبب من اسباب تخلي طفلك حساس كويس هو الدلال الزايد. ليه؟ لانك انت ما عم تخليه يخوض ولا تجربه، انت عم تقرر عنه، انت عم تلبسه، انت عم تحممه، انت عم اي شيء عم يطلبه عم تجيب له اياه. فاول سبب من اسباب انك تخلي هذا الطفل حساس هو الدلال الزايد. يعني هاي كثير خلينا نكمل بالاسباب معناتها ونعرف شو بقيه الاسباب اللي بتخلي طفلنا شخص حساس او طفل مدلل فرط الدلال. حقيقه هلا يعني هي اسباب كثير مهمه لازم نحن نحكي فيها. يعني هلا اولا الدلال الزايد لازم كثير ننتبه انه الاهالي لما بتدلل اولادهم مفكرين انه هذا الشيء هو منيح، لا ابدا، هذا الشيء هو بيضعف شخصيه هذا الطفل. نعم. بيخليه اتكالي وانطوائي بنفس الوقت، لانه انا يعني انا بالنسبه لي اي شيء بدي اياه ما عم اقدر، انا ما عندي حريه وما عندي استقلاليه. هلا بنفس الوقت القسوه من الاهالي لما دائما في عنف ان كان لفظي ولا كان عنف جسدي للطفل، فانا بالنسبه لي خلص طفل انا خسرته، لا عاد اقدر، لا ما يعني ما عاد في عندي حريه بالتعبير، حريه بالتصرفات، ما عم بيخليني انا اجرب، انا لا عم اقدر اجرب، لا بدي امسك ورقه وارسم عليها لاني انا خايف انا اذا رسمت على اي ورقه يضربوني او يبهدلوني، ماني قدران اني انا اطلع العب او امسك اي لعبه والعب فيها. ليه؟ لانه انا خايف انه ماما مثلا ما عاد نميز بين الصح والغلط. تماما. فانا اسباب خلينا نعددها لتكون صريحه عنا: العنف اللفظي، العنف الجسدي، الدلال الزايد، عدم منحه حريه واستقلاليه باتخاذ القرار، عدم مشاركته باتخاذ القرارات. دائما نحن يعني الطفل انه لا انا بعرف مصلحتك، لا اعمل هيك، لا سوي هيك، لا خليه، يعني نحن ما عم نخليه يجرب. لازم يكون في حوار محمود. تماما، ما في ابدا نهائيا، انا حارمه من حريه التعبير، التصرفات، اللعب، الدلال الزايد، كل هاي الاسباب هي بتادي لانه انا يكون طفلي حساس وثقته بنفسه ضعيف. طيب استاذ، كمان هلا مثل ما حضرتك حكيت هي كلها اسباب خارجه عن يعني اراده الطفل نفسه، يعني فينا نقول المحيط والاهل هن السبب فيها. هل في شيء ممكن يكون بطبيعه الطفل نفسه؟ يعني في احيانا بنقول صفات هي طباع موجوده او عادات بتصير، وقد ايه صعب اذا المحيط هو السبب بهذا الموضوع انه نحن نقدر نعالج هاي الحاله؟ هلا يعني انا رح اكون صريح معك، هلا شخصيات الاطفال مثل اي شخصيه، هي شخصيه انسان. يعني في عندنا الطفل العنيد، في عندنا الطفل الحساس، في عندنا الطفل المشاغب، في عندنا الطفل الهادئ، في عندنا، هي شخصيات، ولكن هي لما تولد بتبين معنا منذ الصغر. ولكن انا بالنهايه دور الاهل هو اللي يعدل، يحسن هذا السلوك او يعدل هذا السلوك. يعني انا طفلي اليوم بيبين علي من عمر 6 شهور، من عمر 6 شهور بيبين علي انه هذا الطفل هو مشاغب، هو عنيد، هو هادي، هو عادي. كلياتنا بنقول والله الله يخلي لك يا ابنك شو هادي، وبعدين بتلاقي طرف ثاني بيقول لك الله يكون بعونك والله ابنك هيك ورش، يعني كثير. هي بتبين معانا انه هو صغير، ولكن دور الاهل هو دورهم تعديل السلوك. ولكن من البدايه اذا ما انتبهت لهذا الكلام او انا بدات بالتصرفات الخاطئه منذ البدايه، هون ساعتها تعديله لما يكبر رح يصير يكون اصعب، صعب كثير. طيب خلينا نحكي عن العمر المثالي لحتى نقول نحن بلشت تتبلور شخصيه الطفل، لازم الاهل يتدخلوا ان ارتكبوا غلط فهن مجبورين ومضطرين انهم يصلحوا هذا الغلط بتقويم شخصيه الطفل. هلا انا ايمت فينا نقول؟ هلا دائما بناء عمر، بناء يعني عمر الطفل الدقيق لبناء شخصيته هو من عمر سنه لعمر 5 سنوات.
فمن عمر سنة لعمر 5 سنوات أنا لازم أبني الطفل بناء حقيقيا دقيق لأنا أقدر أحصل على يعني أقدر أوصل فيه لشخصية متميزة، شخصية مرنة، شخصية اجتماعية ليظهر فيها أمام المجتمع. فبهذا العمر يعني بهذه الفترة العمرية كثير الأهل لازم ياخذوا الإجراءات الدقيقة لبناء شخصية طفلهم، لأنه بحتبين عليهم خلص أنا من عمر سنة بين علي أنه أنا ابني بده يلعب ولا لا، بيحكي ولا لا، بيشارك ولا لا. نعم. يعني هون بقى بهذا العمر أنا يبدأ الأهل بناء شخصية الطفل. طيب بهذا العمر أستاذ محمود، يعني إذا ما كانوا هن منتبهين على هاي التفاصيل وكبر وهو عنده هذا الشيء أو هذا الضعف بشخصيتهم، هو طفل حساس شوي شوي مع الوقت رح يبلش يصطدم بالواقع صحيح حيث مثل كده. ما حضرتك حكيت ما حضل بس أنه أنا خايف ألعب أو خايف أطلع، حتصير حتى خايف يمكن يتعلم أو بالمدرسة ممكن يعاني من مشاكل متعددة ويبلش الأساتذة يحسوا بهذا الشيء. شو الحل؟ شو الطريقة اللي ممكن يتم التعامل فيها مع هذا الطفل بعمر خلص هن ما قدروا يحلوها معه بعمر أصغر؟ هلأ هو في صعوبة بس بنفس الوقت أكيد الحلول هي الحلول موجودة. يعني هلأ نحن لازم نشتغل على شخصية الطفل بأنه نحن نعزز ثقته بنفسه. أنا كيف بدي أعزز ثقة ابني بنفسه؟ بمشاركته الحوار، بمشاركته برأيه. يعني أنا اليوم خليني أنا بأي قضية موجودة في البيت، إن شاء الله بقضية إني أنا أسقيها هالزريعة، نسقيها الصبح ولا المساء، نسقيها بسطل واحد ولا بسطلين، الشمس طالعة ولا الشمس غايبة، بدنا نطبخ هاي الطبخة، بدي أغسل السيارة نغسلها هلأ ولا نغسلها المساء، بدنا ندرس نطلع مشوار. تمام، لازم نبلش نحن نعمل يعني مجموعة من الإجراءات اللي هي الحوار، انك تحسسه انك انت فرد من العائله ورايك كثير مهم، مشاركته في الاعمال المنزليه او اي اعمال، انه انت يعني انت موجود وانت قادر تشتغل، وهذا الشغل لازم نحن بعد ما يشتغله ان كان ايجابا ولا سلبا، ان كان ايجابا لازم نعطيه ثناء عليه كثير مهم، وان كان سلبا لازم نحن نقول له اوكي، يعني نضوي له على الاخطاء اللي صارت، نضوي له عليها ولكن بهذا الهدوء انه عادي وكلياتنا بنغلط ولكن ما صار شيء، بنعدل اللي انت اشتغلته منشان يصير صح. شغله كثير مهمه الاندماج المجتمعي، لما انا بطلعه معي يحضر مثلا يحضر معنا اعداد، يطلع معنا مشاوير، يشارك برايه، والاهم من ذلك انه هو لما يشارك برايه نحنا ما نستهزئ بهذا الرأي. يعني هاي فقرة كثير مهمة لازم ينتبهوا للأهل، إنه نحنا أوقات بدي أحكي كلمة بنتمسخر عليه. تمام. هذا الشيء بيعمل عنده رد نفسي كثير كبير للطفل، لأنه هو خلص يعني أنا حكيت كلمة أو حكيت أي رأي إنه يلا يا خلص مدمر للشخصية. 100%. فأنا اليوم أهم شغلة لازم أنا انتبه لها إنه أنا ابني ما استهزئ بأي رأي من رأيه، وأنا آخذ رأيه على محمل الجد وناقشه فيه حتى لو كان غلط، انه لا مثلا بابا احنا ما بنفضل يكون هيك، لا بنفضل يكون هيك، هلا رايك ممكن انه نحن نحطه بعين الاعتبار، ولكن يعني ممكن يكون لو عملنا شيء ثاني او لو عملنا هيك كان راح يكون افضل، انت شو رايك؟ يعني انا خففت بالنسبه لي انه من الرفض، بس بنفس الوقت شاركته انه براي ثاني انه شو رايك نحن لو عملنا هيك. أهم شيء يعني هي التفاصيل اللي احنا نتعامل معها بشخصية الطفل. خلينا أستاذ محمود نكون شوي واقعيين ونحكي اليوم عن الظروف اللي عم يكون فيها الطفل موجود، الحالة المادية الصعبة، الغزو التكنولوجي الكتير كبير، اليوم يمكن الأم أو حتى الأب بضغط هذه الحياة يمكن ما عندهم تفرغ كامل بالنسبة للطفل، يا دوب نحن نطعمي ونشرب الطفل ويلا نام لحتى يجي تاني يوم، فنحن كيف نقدر اليوم بهذا ضغط الحياة والغزو التكنولوجي نخفف شوي من آثاره السلبية؟ ما عاد في اليوم ترفيه، ما عاد في الولد ممكن نسمح له يطلع يلعب قدام البيت، مشاكل كتيرة، خوف كتير كبير على الولد، فكيف نحن بنقدر نأمن له يمكن متطلباته وحاجي ورحت نبني هي الشخصية القوية؟ لأن الطفل مثل ما بنعرف أستاذ محمود طفل بدون لعب، طفل بدون صحيح. يمكن أقران، هو طفل غير سوي. صحيح. هلا يعني خلينا نبلش من النقطة السلبية اللي أنت حكيتي عليها، اللي هي يعني هي الثورة التكنولوجية اللي صارت. ليش ما نحن نستغل هي الثورة التكنولوجية من الجانب الإيجابي؟ ليش ما نحن نستغل الموبايل ونستغل الآيباد لشيء ممكن يحبه هو؟ يعني اليوم أنا ما في وقت مثل ما تفضلتي،
الأب أو الأم هنن عم يشتغلوا اثنيناتهم ويمكن الأب عم يشتغل شغلين، فطبعاً هنن لهم دور. يعني أنا كثير بقدر هاي الظروف، ولكن هنن لازم يخصصوا وقت لأطفالهم ولو ساعة باليوم ساعتين باليوم للحوار للنقاش لتسمعوا، لأنه اليوم مثل ما تفضلتي اليوم السوشيال ميديا الموبايلات التفاصيل اللي عم تكون على الموبايل، هذا الطفل إذا ما حدا هو بده يسأل شو هاد، إذا ما شخص ثقة جاوبوا الجواب الصحيح بالنهاية وراح يسمع الإجابة من برا، بس نحن ما بنعرف هاي الإجابة هي صحيحة أو لا، لأنه بالنهاية وراح يسمعها من أقرانه غالبا الموجودين معه بالمدرسة أو الموجودين معه بالحارة. خلينا نقول إنه هو ما عم يطلع على الحارة بس هو عم يطلع على المدرسة، فإن ما أخذها من الأهل راح يأخذها من أقرانه، هو أول شو أول مرة وين عم يشوفها؟ عم يشوفها من أقرانه في المدرسة، راح يرجع على البيت إن ما لقى الإجابة الصحيحة والدقيقة لهي الإجابة فهو بالنهاية راح يسمع الإجابة اللي سمعها أصلا من أقرانه ويتبناها. فاليوم أنا ما فيني أقول إنه الأهل معذورين، أكيد معذورين ظروف صعبة، ولكن هذا ما بيبرر أبداً إنه نحن نخصص وقت لأطفالنا يومياً ساعة ولو ساعتين للاستماع لهم، للاستماع لأسئلتهم وإجابتهم عليها وبأجوبة مقنعة. وإذا نحن ما عندنا أجوبة مقنعة لازم إني أنا أقول للطفل إنه أنا هلأ حالياً ما عندي جواب لهذا السؤال، بس أنا رح أجاوب لك عليه بكرة بعد بكرة، رح أسألك وجاوبك، ولا تنسى يعني أوعك تنسى، لأنه هو بالنهاية خلص هو في شيء بباله بده جواب، فلا تنسى لا تهمل هذا الموضوع. ثاني شغلة، أنا هالموبايل اللي قدامي تعال أنا لازم يكون في عندي اطلاع ولو خفيف، أنا ما عم أقول إنه ما عم أطلب من الأهالي إنه هي تكون مطلعة ومتعمقة بمواقع تربية الطفل وكيف إني أنا أبني شخصية الطفل، ولكن يعني أولي اليوم على محرك البحث شو ما انكتبت بتلاقي، صدقا شو ما انكتبت بتلاقي، والمرجع موجود. يعني اليوم بالصفحات الموجودة عم تعرض وعم تحط المراجع هي لوين عم ترجع لهي المعلومات. خليني أنا أقرأ، خليني أنا أطلع، خليني أنا اللي أفتح له هذا اللابتوب أو الموبايل أو الباد إنه أتفرج على الشيء اللي ممكن يناسبك وأعطيني رأيك فيه جزء ما يحب. اليوم يعني الجيل مختلف عن جيلنا عن جيل أهالينا، صحيح. طب ممكن إني أنا أقول له أنت شو حابب، أنت شو أنت وأنت عم تفتش على هالموبايل أو على هالآيباد، أوكي شو طلع معك؟ اللي بيطلع معك تعال خلينا نشوفه نتنور بلكي حبينا. يعني أنا اليوم ما بدي أمنعه بشكل مباشر، أوعك لا تفرج لا تعمل، خليه يفرجيك هو شو عم يتفرج، وأنت من بعيد اقرأ ابحث إنه هذا الشيء صح، هذا الشيء اللي عم بيصير اللي عم يتفرج عليه بيفيده ولا رح يضره. يعني اليوم دور الأهل هو متابعة، لازم يكون في متابعة، اذا انت اهملته فهو بالنهايه راح يروح على سايد يعني ما هو منيح، صحيح. وكمان يعني على الطرف الثاني في ناس كثير بتبالغ بانه هي تشرك الطفل بالحياه اللي هي حياه خلينا نقول الكبار، لدرجه مثلا انه هو بينسى الشغلات لازم يعملها بعمره. يعني بنلاقيه كل الوقت مع ابوه او مع امه عم بيقلدهم شو عم بيساووا، بيقعد قعدات الكبار بيحكي حكي كبار، بينسى انه هذا الوقت هو لازم يلعب فيه او لازم يمارس نشاطات معينة اللي أي حدا بيشوفه بيقول هذا أكبر من عمره بكتير. هل هذا الشيء صح أنه أنا حتى أحيانا ما بينادي أبوه أمه بأنه بابا أو ماما بينادي باسمه بأسمائهم؟ صحيح. فكمان هاي الحالة هل هي حالة صحية أنه معلش أنا يكون رفيقي لدرجة أخفي الحدود اللي هي لازم تكون موجودة ولو بسيطة؟ هلا هي بالضرورة أكيد ما أنا حالة صحية، لأنه أصلا نحن من وقت ما بنزرع بالطفل أنه أنت صرت زلمي، لا أنت ما صرت زلمي، هذا قصدي انه لازم يعيش عمره كمان، ما صرت زلمي، لا لا ابدا. وهي مقوله كثير يعني كثير شائعه، بتلاقي طفل صار عمره 7 سنين 8 سنين بيجي لابوه ببهدله بيقول له لا تبكي انت صرت زلمي، تماما لا انت ما صرت زلمي ابدا ابدا ابدا، انت ما صرت زلمي، لا انت طفل وبدك حقك تبكي ومن حقك تعبر عن الشيء اللي ضايقك، تمام. لما انا عم اقول مشاركته، لما انا حكيت انه يعني مشاركه الطفل بالاندماج المجتمعي، الاندماج المجتمعي هو انك انت تطلعه خارج نطاق المنزل ليلتقي مع اقرانه، مع اقران من عمره، تمام. انا ممكن اخذه على سبيل المثال على مدينه الملاهي، يلعب بمدينه الملاهي مع الاطفال اللي من عمره ما بيعرفهم او بيعرفهم،
لأنه هو ممكن يتعرض لمضايقات. المدرسة هي بحد ذاتها هي أكبر اندماج، مش يعني أكبر اندماج للطفل، لأنه هو عم يتعرف على عدد كتير كبير من الطلاب، في اللي منيح وفي السيء، وفي اللي بيخافوا منه وفي اللي بيحبوه، وفي اللي أقوى منه وفي اللي أضعف منه. فبالنهاية هذا هو، هي الغاية من الاندماج. ولكن أنا لما بأخذه على مدينة الملاهي، لما بأخذه على بيوت قرايبنا ومعارفنا اللي عندهم أطفال من عمرهم، فهذا هو المقصد من الاندماج، ليندمج مع أقرانه. أما أني أنا أقعده مع جلسات الكبار ليسمعهم طفل مقلد شو بيسمع بيحكي، تمام، وشو بيشوفه بيتصرف، فهذا خطأ كتير كبير بتخطأ الأهالي، ولازم ما تعمله، لازم بسهراتنا بحفلاتنا بالشيء اللي ممكن نشوفه نحن سهرانين، في ممكن تلاقي كتير شغلات، مشروب ودخان وأراجيل وقصص إلى آخره، هي بالنهاية ما هي شغلات ما لازم يشوفها بطريقة اعتيادية، لأنه لما يشوفها اعتيادية بده يعملها وبده يطلبها. يعني أنا رح يجي بوقت معين أنه رح يطلب منك الأرجيلة، أنه ليش أنت أنا لا، وأنت عم تقول له لا أنت ما في، أنت ولد، طب ما أنت عم تأرجل، هو عم يشوفك أنك عم تأرجل، فلا لا تنطر منه أنه هو يجي يقول لك التدخين مضرب الصحة، لا هو رح يجي يأرجل يعني أكيد. أكيد. في جانب ثاني يمكن الطفل الوحيد يلي نحن أوقات منشوف بالبيت ما عنده أخوات، وهون يمكن في صعوبة شوي بالتعامل معه أكثر من الطفل يلي يمكن عنده أخوات. صحيح. هون بتلاقي أستاذ خالد إنه هو أكثر عرضة إنه يكون طفل حساس أو لا؟ بالضرورة، يعني هي صارت عرف مجتمعي، الطفل الوحيد مجنن أهله، وإذا كان في عنده أخوات بنات مجننون، وإذا كان في عنده قرايب كمان مجننون، لأنه هو صار عرف. طبعا هذا العرف هو أكيد هو عرف خاطئ، هو عرف ما انه منيح ابدا، بيضعف شخصيه الطفل، بيقلل ثقته بنفسه، بيعلمه على الانانيه، بيعلمه على التسلط ببعض الاوقات، بيعلمه على يعني كثير صفات سيئه ممكن تصير عند الطفل من افاء دلال الاهل. طبعا انا دائما بقول الاهل هن 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 مفتاح تربيه اطفالهم وبناء شخصيه اطفالهم. الدلال الزايد ممكن يعملوا طفل حساس، وممكن يعملوا طفل سيء مؤذي متسلط. يعني دلال قلت لك له عواقب وخيمه، يعني بالحالتين ان انا سويته حساس زياده، لانه في بعض الاهالي ممكن تربي له شعراته وتربط له اياهم وغنج. قد ايه المشاكل التصرفات تحسها هي قاتله وبتاسس لمشاكل كثير كبيره، وشفنا كثير من الاشخاص اللي لما كبروا ولما صاروا يمكن عندهم هي المشاكل وانحرفوا بطريقه كثير بشعه من وراء يمكن طريقه الدلال، ان طولنا له شعره، شبهناه شوي بالبنات، من هون تصرف، غنجناه باسلوب بنت. قد ايه التصرف الصغيرة اللي ما بننتبه عليها بتأسس لانحراف كبير لبعضها. هذا تماما، هذا كلام الدقيق 100%، لانه نحن لما ما بننتبه لهي التفاصيل، لانه ممكن يكون هو وحيد مثلا ومعه بنتين، فانا تلقائيا هو قاعد مع البنات كويس، وانا ربيت له شعره مثل البنات، وصرت انا لما اخذه على السوق وجيب له اغراض مع البنات، اوكي، وحتى ببعض التفاصيل يعني نحن صرنا خلص عم ننسى هذا التفصيل. تمام. وهذا غلط كثير كبير من الاهالي. لا، لازم برجع بقول لك اندماجه مع اقرانه، دائما التعامل معه بصفته هو كطفل، ان كان ذكر ولا كان انثى، بدي ابني ثقته بنفسه بتصرفاته بمشاركته بحريه التعبير عن نفسه. دائما لازم ذكره بانه انت بتشتغل صح لك هذا الثناء، بتشتغل غلط لك هذا العقاب. لازم يكون دائما فكره الثواب والعقاب لازم تكون هي فكره موجوده. طيب استاذ محمود، قبل ما نختم، ابرز النصائح اللي بتحب تقولها لكل يلي عم بيتابعنا عن كيفيه التعامل مع الطفل الحساس، ولو هيك نعمل موجز صغير من كل الحكي اللي حكيناه. صدقا انا اول شغله لازم اقول لهم اياها، اول شغله بدنا ننتبه لها هي عن جد قبول الطفل الحساس، اني انا اقبل. هي اول شغله. انا كاهل كاهل ما بدي كثير خوض بتفاصيل ابني حساس ماني عارفان شو بدي اعمل وشو بدي اتصرف معه وملبكني لا. اول شغله بدنا نتفق مع الاهالي قبول ابنك الحساس، هي اول شغله. ثاني شغله انا اعزز ثقته بنفسه وحاول اني اشتغل على بناء شخصيته، اني اقوي له شخصيته، تمام. هاي شغلات هي ما انا صعبه، هي فيني اشتغلها بالبيت باي تفصيل من التفاصيل، تمام. احترام رايه واعطيه مساحه ليعبر عن رايه، وانا بنفس الوقت يعني اشاركه ويعني احترم هذا الراي، وحاول قدر المستطاع اسقله اياه شوي شوي.
لما يبكي ما كثير انا بدي اخوض بتفاصيل، لانه غالبا طفل حساس بيبكي كثير على اي شغله ممكن يبكي. هلا لما يبكي على طلب فانا لازم ما لبي له اياه، متفقين عليها نهائيا، لانه هو من نهايه سيره، كل ما اي شغله بدي ابكي. لا الحل السحري اي تمام الحل، انسى، انا ما عم اقول لك اضربه، ما عم اقول لك عيط عليه، ولكن انا ما بلبي لك اياه. كثير مهم انه لما يبكي اسمعه، قل لي شو صاير معك، بدي هاي بده غرض، انسى في شيء ممكن صاير معه، لا بسمعه بسمعه بسمع رايه، بحاول اني انا اناقشه فيه، وحاول انه انا اوصله المعلومه اللي بده اياها. بنفس الوقت واهم شغله هي اندماجه مع اطفاله واقرانه لتبني هي الشخصيه. أكيد بدنا نشكرك أستاذ محمود الخالد على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، إن شاء الله يا رب نقدر نحن نستفيد ونبني الطفل فعلا بشخصية سليمة. شكراً لك. شكراً لك أستاذ محمود. أما هلا فرح صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية محلياً عربياً وعالمياً مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير فرح. مشاهدينا موجز لي أهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكدت سوريا أن تصريحات الإدارة الأمريكية حول اعتقال مواطنين أمريكيين ومن بينهم أوستن تايس في سوريا مضللة وبعيدة عن المنطقة. وشددت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها على أن واشنطن هي من خرقت أحكام اتفاقيات فيينا للعلاقات القنصلية والدبلوماسية حين غضت الطرف، بل وشجعت العشرات من مواطنيها على السفر إلى سوريا والدخول إلى أراضيها بشكل غير شرعي وإلى مناطق تواجد المجموعة الإرهابية المسلحة. تتواصل اعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية على مشروع مياه علوك في ريف مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي، ما يؤدي إلى تأخير ضخ المياه إلى الأهالي وزيادة معاناتهم للحصول على مياه الشرب وسط المدينة. وبين مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة المهندس محمود العقلة أن المجموعات الإرهابية الموجودة ضمن مناطق سيطرة الاحتلال التركي في ريف رأس العين لا تزال تعتدي على محطة مياه علوك والخطوط الكهربائية المغذية لها، حيث تستمر عملية سرقة الكهرباء القادمة من محطة كهرباء الدرباسية باتجاه محطة علوك، وما يرافق ذلك من عملية فصل الكهربائي متكررة نتيجة الحمولات الزائدة. جدد عشرات المستوطنون الإسرائيليون اقتحام المسجد الأقصى، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 103 مستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية قوات الاحتلال. وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عمليات قواتها خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن القضاء وتحييد أكثر من 70 متطرفا وتدمير عدد كبير من الأهداف العسكرية الأوكرانية، بينها مراكز قيادة ومستودعات أسلحة، إضافة إلى إسقاط 4 مسيرات. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الفريق إيغور كونشينكوف في إحاطة إعلامية بأن قصفا لمستودع الذخيرة في اللواء 95 المظلي بمنطقة سلفاينسك بجمهورية دانيسك الشعبية بأسلحة عالية الدقة أسفرت عن مقتل 30 متطرفا وتدمير أكثر من 3000 قذيفة مدفعية عيار 122 ملم. ختام الموجز، والآن نعود إليك سلمى. شكرا لك شيرين من غرفة الأخبار، وأكيد مشاهدينا يسعد صباحكم عن جديد. صباح الخير لكل يلي انضم لنا هلأ.
خلينا نحكي بهي الفقرة عن الجانب الفني والجمالي. لما نحن نختار نعيد تأثيث منزل أو حتى منكون بالبداية، شو هي الخطوط أو الأساسيات اللي ما بصير نتجاوزها؟ لأنه نحن دائما سلمى يمكن منميل للناحية الجمالية أكثر، بنحاول نلاقي وين في شغلات حلوة يمكن نضيفها للبيت، وهون يمكن نتيجة إهمال أو الجهل ببعض الأمور بتصير أخطاء بأساسيات المنزل. راح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع مهندسة الديكور نور عيسى. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما قلنا، تأسيس المنزل او اعاده تجديد الديكور هو امر كثير مهم، ولكن بنفس الوقت في كثير قواعد لازم الناس تنتبه عليها، اللي هو انه انا ممكن نفذ شيء هو ما بيتناسب مع طبيعه البيت او اساس البيت او حتى الاساسيات اللي هي موجوده. خلينا نحكي اكثر، شو هي الخطوط الاساسيه اللي لازم يكون الشخص يعرفها قبل ما يبلش ديكور او اعاده تجديد ديكور البيت؟ تمام. هلا مثل ما نحن حكينا سابقا انه اهم شغله نحن نعرف مساحه البيت هي قديش وشو بيسع، يعني نحن ما نكون عم نحط فيه غرف زياده، يعني نكون اكلنا من المساحه، لا نكون نعرف بالضبط الغرف اللي عندنا نقدر نستفاد من المساحه باكبر قدر ممكن. هي بالنقطه الاولى، يعني نعرف نحن مثلا نقدر نحقق غرفتين نوم، حمام او حمامين، صالون كبير، وين بدنا نحط الغرف تكون مثلا فيها شباك. الغرف اللي ما ممكن نحقق فيها شباك هي اي منطقه تكون، هي بالنسبه للتوزيع. بعدين بننتقل نحن لمراحل التوزيع، الكهرباء، الصحيه، التكييف، هدول القصص اللي بتتبع. طبعا اهم شغله انا دائما بنصح انه يكون نحن عم نشتغل على مخطط بالبدايه لحتى يكون كل شيء موزع بطريقه صح. يعني نحن ممكن بعدين نغير بالفرش بعد ما نكسر البيت ونخلص منه، ولكن الكهرباء والصحيه وهدول القصص بتصير كثير صعب انه نغير فيها، وبنفس الوقت بتكلف. فلهيك انا دائما بفضل نكون نحن ماشيين على مخطط، نكون عارفين النقط الاساسيه فيها، يعني التلفزيون وين بده ينحط، الحمامات وين، توزيع الحمامات كيف، المطبخ كيف توزيعه، وباقي القصص مثلا كفرش ممكن يتغير فيها بعدين. خلينا نحكي شوي عن اختيار الارضيات بالنسبه للبيوت. كثير من الاشخاص ممكن بيختاروا اللون الحلو، اللون اللي بيتناسب يمكن مع شو بدهم يجيبوا فرش، ممكن ما يعرفوا هنا شو هي الارضيه المنيحه مثل ما بنقول، او الارضيه المناسبه لبيتهم. فخلينا نحكي عن موضوع الارضيات وكيف بيتم اختيارها، على اي اساس؟ اول نقطه باختيار الارضيات او الحمامات كسيراميك هي نعرف قديش المساحه نحن عندنا. يعني نحن اذا كانت عندنا مثلا مساحه البيت كبيره ممكن نختار بلايط تكون قياسها ما كتير كبير، يعني ناخذ قياس مثلا متر بمتر، او ممكن نروح لقياسات اصغر بشوي لحتى نحن تبين المساحه الكبيره عندنا. اذا كانت الشقه صغيره بنقدر ناخذ مثلا قياسات بلاط اكبر مشان نقدر نعطي شراحه للبيت، ونعطي مثل انه كانه هو مبين اكبر، بس هو بالفعل بس البلاط القياس هو عمل هي الخدعه البسيطه. اهم شغله نحن لما بنختار البلاط نعرف المساحه، لانه ممكن يصير عندنا هدر بعدين. يعني اذا كانت مثلا انا عم بشتري فرضا سيراميك حمام وانا عندي مثلا عرض الحيط فرضا هو متر، انا رحت اشتريت بلاطه متر 60، فانا في عندي 60 سنتي ممكن يتشرك نحن بنسميه فيروح هدر، فهذا حرام. فلا، انا لازم اخذ كل قياس حيط قياس الارضيه قديش مشان ما يصير عندي هذا الهدر. هي بالنسبة للقياسات. إذا كنا عم نحكي كنوعيات، في عنا نحن إذا كنا نروح البورسلان أو الجرانيت أو بدنا نروح للرخام، الرخام نحن بنقدر نعمل القياسات اللي بدنا إياها نوعا ما. مشكلته بس الرخام إنه تكلفته عالية. الإيجابية تبعته إنه مع الوقت إذا نزلت عليه حمضيات أو هالقصص هو بيتفاعل معه، ولكن نقدر نجليه فبترجع على الرخام كأنه جديدة. أما بالنسبة للبورسلان والجرانيت عنا قياسات محددة بنقدر نشتريها بالسوق، بس هي متنوعة. وشغلة تانية نحن بالإيجابية تبعيته أنه ما بيتفاعل مع المواد الحمضيات وهالقصص، ولكن سهل تغيير. يعني إذا انكسرت عنا بلاطة نحن بنقدر نشيلها ونركب بدالها، ما بنقدر نعالج مثل الرخام بالجلي. وعنا أنواع للبورسلان أو الجرانيت أو السيراميك بالسوق موجودة، في كتير أنواع من التكلفة القليلة للتكلفة العالية. أهم شغلة نحن ننتبه فيها وقت نختاره أنه ما يكون مقوس، يعني نحن نحاول وقتنا نشتري نركب بلاطتين جنب بعض بالمحل أو نفتح صندوق نحطهم جنب بعض ما نلاقي فيه شيء بارز، يعني لما نلمسه ما نلاقي شيء بارز، لأنه هي وقت التركيب ممكن تعمل معنا مشاكل، ويكون الواحد ماشي بالبيت فرضا بيتفشكل، هي بتكون سبب التقويس تبع الجرانيت. طب نور، كمان خلينا نحكي عن الإضاءة، هي عنصر كتير مهم بالبيت، وأوقات بتطلع موضة معينة بتركيب الإضاءة بشكل معين بالبيت. خلينا نحكي شو هي الأخطاء اللي ممكن ترتكب بهذا الموضوع.
صحيح مثل ما حكيتي نحن قبل 10 او 15 سنه كانت الموضه انه مثلا كثير نحط سبوت لايت بقلب البيت، نكترهم، نحط الالوان مثلا بالتريات الكبيره، التريات الكبيره، الاناره المخفيه مثلا تكون ممكن نحط الوان. هلا نحن بهي الفتره صرنا عم نبعد عن هدول القصص، عم نحاول دائما تكون الديكورات مريحه للعين لانه لذات تماما اكثر شيء مريح نقدر نشغلها بالبيت بسبب قطع الكهرباء يعني. فنحن حاليا عم نحاول نروح للشغلات تتناسب مع الوضع الحالي اللي بالبلد. اول شغله نحن مثلا نقدر نركب ليد مثلا بقلب السقف بطريقه مرتبه، هو بيشتغل مثلا بقطع الكهرباء بنفس الوقت، وقت تجي الكهرباء هو بيكون عم بيعطي الضوء الحلو. عم نبعد عن الالوان، صرنا عم نروح للحلول مثلا اذا كنا رايحين لحل مثلا مركبين بطاريات وانفرتر وهالقصص، دائما عم نحط ليد مثلا او سبوتات هي بتتشغل على هدول، مو انه والله اذا انقطعت الكهرباء نحن ما نقدر نشغل. فدائما انا بفضل الحلول اللي تتناسب مع الوضع. اهم شغله انا بنصح فيها انه نحن ما نكتر العدد، يعني نحن لما بدنا نعمل غرفه ما نكتر سبوتات بقلب السقف، لا نحط كم واحد بتوزيع مناسب والشده تبعه هي تكون عاليه، يعني نحن بنقدر نضوي الغرفه بطريقه مريحه وحلوه وبنفس الوقت ما يكون في شيء مزعج للعين بكميه كبيره. فهدول اهم الشغلات، لانه بصير هدر بالكهرباء اذا كانت جاي، وبنفس الوقت هدر وقت نحن بنشتري هي البضاعه. نور، حكيت عن مشكلة الصحية يلي هي يمكن المشاكل القاتلة في حال حدثت بالبيت، وتلافيها أو خلينا نقول إصلاحها فيما بعد بيكون بيحمل مع مشاكل تانية أهم التكلفة العالية لحتى نرجع نصلح. فمن البداية كيف نعرف أنه نحن عنا مثلا مشكلة بالصحية أو ممكن مع الأيام نقع بمشكلة رطوبة مثلا؟ أهم شغلة بالصحية نحن أول ما نشتري البيت أو نكون فاتين مرحلة الإقصاء من البداية نشوف شو التمديدات تبعه. نحن التمديدات القديمة بتلاقوها كلياتها مثل الحديد، بتلاقيها هي بتتفاعل مع الوقت فبتلاقيها مثل مصدية وهالقصص، فهي بتكون ما أنا منيحة كمسيرة مثلا المي فيها أو هالقصص، بصير فيها تراكمات ممكن تنسد. هلأ نحن صرنا عم نبدل ونحط التمديدات البلاستيك كليات الجديدة، فهي بتروح عمر وما بقى بتتفاعل يعني مع المواد. هي أول نقطة. تاني نقطة، نحن ممكن نصير عندنا تسريب عند الجيران مثلا إذا كان طابق تحتنا أو هيك، فلازم نتأكد منهم أنه أنتوا كنتوا عم تعانوا من أي مشكلة بعد ما نكون بدلنا هدول التمديدات تبعيتنا. بالنسبة للرطوبة نحن لازم دايما ننتبه على الحيطان قبل ما نبلش نلبي السيراميك وندهن وهالقصص. بعد ما نكون خلصنا مرحلة الطينة، يا ترى نحن عم نلاقي شيء مناطق كأنه فيها مي، عم نلاقي شيء عم بيفتفت عم بيهرهر، يعني نحن الطيان وقت بيكون عم بيشتغل وفي رطوبة الطينة تبعيته ما بتنشف، بضل في منطقة هيك مبين عليها كأنه في مي، هون معناتها نحن في عندنا مشكلة لازم نحلها. أنا دايما بنصح إنه ضروري نحن نحل مشاكل الصحية قبل ما نمشي بالمراحل بعدها، لأنه مثل ما حكيتي لما نكون خالصين كتير صعب نرجع نصلح، فيها تكسير، فيها كلفة مادية كتير عالية، وبنفس الوقت يعني لبكة لصاحب البيت، فأكيد بفضل دائما تنحل قبل. طيب نور، كمان خلينا نحكي عن التكييف. يعني كتير ناس مثلا بيكون تصميم غرفة القعدة بعيد عن المكان اللي ممكن ينحط فيه المكيف، فبيضطروا يعملوا تمديدات كتير طويلة بقلب البيت، وهذا الشيء بيأثر حتى على جودة عملية التكييف، أو في ناس بتحطه بشكل ظاهر بقلب الغرفة. نحكي عن هاي التفاصيل. تمام. هلأ نحن إذا كان البيت عم نكسيه من البداية أكيد أنا ما بفضل تكون التمديدات ظاهرة، هاي أول نقطة. تاني شغلة مثل ما حكيتي، كل ما طولة المسافة تبع التمديد كل ما خفت الأداء تبعه للمكيف، فأنا ما بفضل هاي الشغلة. غير انه خف الاداء بتصير تكلفته عاليه، يعني احنا كل ما زدنا امتار التمديد تبع النحاس كل ما عاليه التكلفه، فانا ما بنصح بهذا الشيء. غالبا نحن عم نحطه تقريبا على الواجهات او شيء قريب من الشبابيك مشان نقدر نحط القطعه الخارجيه ان كان على خارج المنزل او على البلكون، فانا دائما بفضل تكون مناطق قريبه، اولا مشان الجوده تبع اداء المكيف، ثانيا مشان التكلفه نكون نحن خففناها. كيف توزيع المكيفات بقلب الغرف؟ انا مثلا الصالون دائما بفضل يكون ورا الصوفة الثلاثية فوق، لانه مشان وقت يكون واحد قاعد مثلا عم يتفرج على التلفزيون ما يكون عم يضرب بوجهه المكيف، بيكون مزعج، فدائما بفضل انه يعطي برودة لكامل الغرفة بدون ما يكون مؤذي. بنفس الشيء بالنسبة لغرف النوم بفضل يكون فوق التخت مو مقابل التخت، لانه مقابل التخت دائما كمان بيكون مزعج. في عنا مثلا بالمطابخ في ناس بتركب مكيفات كمان يكون بعيد عن الغاز، ما بتجي الهواء تبع الغاز مشان ما يطفي. يعني عنا كتير نحن حلول على حسب كل وضع شقة ووضع كل غرفة، بس أهم شغلة نحن نبعد عن
التمديدات الطويله مشان ما يخف الاداء ونفس الوقت ما تطلع التكلفه عاليه. من الامور كمان اللي كثير من السيدات توقف عنها هي المطابخ، شو بتنصحي نور للمطابخ خاصة أنه نحن كمان ميل شوي للألوان الحلوة للألوان الجريئة أوقات مثل اليوم ودارج نلحق الموضة أكثر، بس في نوعيات معينة للمطابخ مثل ما منقول فيها جودة كتير عالية، فكيف تنصحي من ناحية الألومنيوم من ناحية الرخام الموجود أو حتى الخشب المستخدم؟ أول شغلة بالمطابخ نحن لازم ننتبه على ترس المطبخ الرخام اللي بده تنحط، هي أول شغلة لازم نحن وقت نروح لنشتري هي القطعة نسأل صاحب المعمل هل هي يا ترى بتتركب لمطبخ، لأنه في منهم كثير بيتفاعلوا مع الوقت مع المواد. غالباً نحن منروح للجرانيت الطبيعي من بعيد عن الرخام. الجرانيت الطبيعي في أنواع معينة منه كثير منيحة للمطابخ، لهيك دائماً منلاقيها أغلب العالم تستخدمه، خاصة هلأ دارج مثلاً الجالكسي لونه أسود بتلاقي فيه رصفة مثلاً ذهبي أو فضي. هي بالنسبة لترس المطبخ، أنا دايماً أفضل مثلاً خلف الخزن نحط سيراميك أي نوع شو ما كان رخيص، بس مشان نحمي الغرفة اللي خلفه ما يجي عليها وما يجي وراء الخزن مشان ما تصير عنا رطوبة خلف خزن المطبخ. بالنسبة للخزن تبع المطبخ سابقاً كانوا يعتمدوا الخشب ويلبسوه قشر، وبعدين اكتشفوا مع الوقت أنه لما عم بيتعرض لمي عم بتصير الدرفة مثل تفشفش أو ترطب، فصرنا نبعد عن هذا النوع. هلأ حالياً نحن عم نركب ألواح MDF ملبسة طبقة، نوعاً ما إذا بتمسحيها بالمي ما بتتأثر، ولكن إذا بدك تكبي عليها مي إجباري بتتأثر. مشكلتها أنه تكلفتها عالية شوي، فدايماً أنا أفضل نحن ندرس توزيع المطبخ بطريقة صحيحة مشان ما نفوت بتكاليف عالية. طيب كمان من الشغلات اللي الناس أوقات بتواجهها اللي هي البرندات أو الأماكن اللي فيها تهوية، في ناس كتير بتقول خلينا نوسع ناخد غرفة أوسع فبتأزز البرندة، وفي ناس بتروح على بيت هو بيكون أصلاً معمول هيك، يعني هي مجبورة على هذا الواقع. التعامل مع أنه أنا غير بشكل الواجهات بالإنارة كمية الهواء اللي عم بتفوت للبيت والإنارة الطبيعية من توزيع الشبابيك والبرندات، أو أني أنا كيف أتعامل إذا هاي الغرفة موجودة شو ممكن أنا أحسنها، شو أفضل استخدام للغرفة اللي مأززة مثل ما بنقول؟ مثل ما حضرتك حكيتي غالباً نحن عم نروح للبلاكين عنا نحن نضمها لداخل المنزل لحتى نكسب مساحة أكبر، لأن نحن عنا غرفة إضافية أحياناً. تماماً، لأنه نحن عنا البيوت غالباً ما نهى المساحات الكبيرة، فمنحاول نكسب أكبر قدر ممكن. هلأ نحن لازم يكون عنا غرفة نقدر مثلاً نستخدمها يعني فرضاً ست البيت دا تنشر غسيل أو شيء، لتكون نحن نقدر نعمل فيها حركة هواء. إذا كنا بنضم غرفة مثلاً البلكون لقلب البيت نعرف شو الواجهات اللي نركبها، يعني يا ترى هل نحن رح نركب سكوريتي؟ سكوريتي هي عبارة عن ألواح إزاز كبيرة منشوفها نوعاً ما، بتكون هي مقصة بدرجة حرارة عالية كتير، فلما مثلاً ممكن يتعرض للكسر ما ممكن يكون مؤذي. بس شو السلبية تبعه؟ أول شيء التكلفة تبعه عالية، تانية شغلة اللي هي أنه ممكن يسرب هواء. هلأ هو بيحمي أنه تدخل الهواء قلب الغرفة 80% نوعاً ما أو ممكن توصل ل 85، ولكن نحن في عنا تسريب هواء حيصير بقلب الغرفة، ولكن الجمالية تبعه كتير عالية. ممكن نركب شبابيك نظامية بس بتقلل من الجمالية، وبنفس الوقت الإيجابية تبعيتها أنه بتحمي من الهواء بطريقة كتير منيحة. ممكن نحن نستخدم هاي الغرفة غالباً نحن عم نعملها مثل نعمل فيها خزن كبيرة تكون نقدر نخزن فيها، لأنه نحن بقلب البيت ما عنا هالكمية التخزين دائماً بسبب مساحة الغرف، فعم نستخدم البلكون اللي نعمل فيها مثلاً إذا فيها خلعة صغيرة فرضاً مكان نعمل فيها خزانة كبيرة بنقدر نحط فيها كل شيء. فأنا دائماً أفضل يكون في ندرس نحن الشبابيك تبعيتها كيف هي، هي أهم نقطة فيها. أكيد نتشكرك أكيد المهندسة نور على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، شكراً لك. شكراً لك. شكراً كثير لك لكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. أما هلأ رح أروح لمحطتنا التالية. بمثل هاليوم من عام 2015 اختزنت الذاكرة أبشع وأقصى صور الإرهاب عبر إعدام عالم الأثار السوري خالد الأسعد بطريقة وحشية على يد تنظيم داعش الإرهابي. طبعا رح أروح لتفاصيل من أبرز محطات حياة عالم الأثار بالتقرير التالي. لم يكن مجرد عالم أثار، بل كان باحثاً تاريخياً ومكتشفاً حقيقياً للعديد من المنحوتات والمدافن الأثرية المهمة، ومنها منحوتة حسناء تدمر التي صنفت وفق المعايير الأثرية العالمية بأنها من أروع المنحوتات وأكثرها جمالاً على الإطلاق. خالد الأسعد عالم الآثار السوري
ولد في الأول من كانون الثاني من عام 1934، شغل منصب مدير آثار ومتاحف تدمر بين عامي 1963 وعام 2003. جذب العلامة الشهيد خالد الأسعد اهتمام البعثات الأثرية من داخل سوريا وخارجها التي عملت في مدينة تدمر، لما كان له دور بالغ الأثر في حماية أوابد عروس الصحراء الأثرية وترميمها والحفاظ عليها ككنز حضاري للأجيال. حصل الأسعد على إجازة بالتاريخ وعلى دبلوم في التربية ليجذبه العمل بالآثار منذ عام 1962 كرئيس للدراسات والتنقيب في مديرية الآثار بدمشق وقصر العظم، قبل أن يستقر في محبوبته تدمر حتى ارتقائه شهيداً في 18 من آب من عام 2015 على يد تنظيم داعش الإرهابي عن عمر قارب 82 عاماً. للشهيد أسعد العديد من الإنجازات والأبحاث والجوائز العالمية التي نالها من عدة دول أجنبية وعربية، إضافة إلى ترجمته للنصوص والمخطوطات الآرامية التدمرية وترأسه العديد من المناصب في مجال الآثار والتنقيب، ومنها مدير الجانب السوري في جميع البعثات السورية والأجنبية المشتركة العاملة في تدمر. تبقى إسهامات الشهيد الأسعد الحضارية والثقافية مرجعاً ومؤلاً لكل الباحثين والمهتمين بالتاريخ من خلال إنجازه العديد من الأبحاث والدراسات التي نشر معظمها بخمس لغات حية بمشاركة بعض الباحثين في البعثات الأجنبية، ومنها مرحباً بكم في تدمر، الدليل السياحي الأول في تدمر بالاشتراك مع عبيد طه وقصر الحير الشرقي وتدمر أثرياً وتاريخياً والمنحوتات التدمرية وغيرها. أما هلأ سلمى وبفقرتنا اللي بتحمل يمكن شكل كتير حلو، نكهة كتير طيبة بمشروع كتير حلو ومميز من أم سورية طبعاً وبنتها يلي اختاروا هي الفكرة الحلوة، هي فكرة المونة، مونة البيت اللي كلياتنا منحبها وكلياتنا يمكن نحرص أنه تكون متنوعة ويمكن إلى أصناف كتير كبيرة، فده حلو سلمى هاي الفكرة. أكيد فرح، ويمكن كل صبية وكل حدا بيتمنى يكون بيعرف يعمل مونة بيت بشكل مميز، وإذا بنزور البازارات عادة أكتر شيء الطاولات اللي فيها الأكل، الأكل البيتي بتلفت نظر الناس وبنسأل إنه شو المميز وبنحاول نجرب لندوق الطعمة، وفي طعمات أكيد بندوقها ما بتنسى. اليوم رح نتعرف أكثر على مشروع كوكيدو اللي هو مشروع المونة المنزلية مع ضيوفنا لليوم. أكيد نرحب بالسيدة لورانس قازان، هي مؤسسة مشروع كوكيدو للمونة المنزلية، وبنتها الأنسة مريانا الأحمر المسؤولة عن قسم التسويق بالمشروع. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحك. أهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا. جوعتونا عند الصباح كثير جوعتونا. نبدأ من عندك مدام لورانس، هي الفكرة الحلوة، أول شيء نقول كيف بلشت لحتى تكون هي مشروع؟ يعني نحن متعودين أنه ربة المنزل أو ست البيت دائماً بتحرص أنه يكون بيتها مو ناقصه شيء من المونة، أما يكون مشروع ويتسوق له فهي فكرة كثير حلوة. أول شيء أنا بدايتي بعمل أكل، كنت أتعامل بالأكل ومن شي 15 سنة، بعدين بلشت بالشراب، كل شيء عصير أنواعه، وبعدين بلشت مربيات، بعدين طور حالي شوي شوي سوي يعني كل شيء، وكل شيء إنه بينحفظ لمدة سنة يعني. حلو، يعني بلشتي هيك الخطوات شوي شوي. ايمت انضمت لك مريانا وكيف بلش هذا المشروع هيك يكبر وياخذ هالاسم اذا فينا نقول باعتبار هي مسؤوله التسويق؟ فحكي لنا بقى عن هالتفاصيل. صح ايوه تمام. هلا هي من زمان تشتغل ماما بالمونه والكل يشجع انه يحبوا الاكل اللي تعمله هي، فانا قلت لها ليش ما يكون هذا الشيء، يعني هو مشروع صغير نبدا منه بعدين يكبر شوي شوي، وكنا بنعرف قديش الماركتينج والسوشيال ميديا هلا بهالفتره عم بتساهم بهالشيء، هي اللي عم تساهم بهذا الشيء. يعني يوم يكون عندك احسن بضاعه ما فيكي انك تنجحي اذا ما كان في ماركتينج او تسويق صح، وخصوصا على السوشيال ميديا وخصوصا المشاركه بالبازارات والمعارض، هذا الشيء كثير كان مهم بالنسبه لنا. فمن شي سنتين تقريبا بلشنا
نعمل اسم وبلشنا نعمل باكيجينج للمونه اللي عم تساويها ماما وبلشنا نكبر شوي شوي. خبرينا مدام لورانس شو بتتضمن المونه؟ شو هي الانواع سواء شراب او حتى مأكولات اللي بتنحفز مثل ما قلتي لمده سنه؟ والشيء المميز اللي نحن لازم نضوي عليه ما فيها اي شيء من المواد الحافظه الصحيه 100%، فخلينا نحكي عن هذا. اول شيء الشراب اكيد بده غلي، بده نظافه لتحفظي. والاشياء المونه بنعملها على طريقه اجدادنا، مثل مربيات، مثل اشياء يعني كل شيء بيختص بالبيت، مونه البيت، انه بنحافظ عليها بالشمس ونظافه اهم شيء. شو الانواع؟ خبرينا شو الانواع. الانواع شراب توت، شراب ورد، شراب ليمون، برتقان وليمون، بعدين شراب الكرز، مربيات من انواعها، حلو، كومبوت من انواعه، كل شيء، حتى الفاصوليا مع بندوره مع بالكمان نحفظها للسنه، المخلل من انواعه نحفظه للسنه كمان، حار وحلو حسب الرغبه كمان. الحار والحلو عم بقول حسب الرغبه. كله كل شيء يعني بيختص باشياء البيت اللي كانوا ايام زمان يعملوه، عم نعيده يعني. اكيد. بس خلينا نحكي شوي، هي شو؟ هي صوص حبق. صوص حبق، يعني اليوم اهم شيء مثل ما قلتي انه هي قديش الفتره اللي بتضاين. احنا هلا بنعرف ما في كهرباء كثير، ففي كثير شغلات عم تنتزع بقلب البراد، في ناس عم بتعاني بقصه المونه انه انا ما عم بقدر مون، مثلا اجى موسم البازيلا ما قدرت مون بازيلا، اجى موسم النخيل نفس الشيء. فخلينا نحكي شو الطريقه اللي هلا عم تشوفيها واللي هي يمكن اجدادنا كانوا يسووها زمان، كنا نسمع عن النمليه وغيرها غيرها من الشغلات اللي كانوا يعملوها لحتى يحافظوا على الاكل اطول فتره ممكنه. ايه ليكي تسلمي لي. اهم شيء ما عم اقول لك رجعنا نتابع ايام اجدادنا، يعني الشغلات القديمه، الشغلات القديمه. اول شيء هيدا بضاين 3 اشهر 4 اشهر، هذا 4 شهور. ايه بالبراد يعني بالفريزر في يحطوا الواحد بضاين. بس باقي المواد، يعني باقي المواد القديمه هي بتضاين سنه، يعني مثل الشراب، مثل المربيات كلها، بس هي مواد حافظه اصلا اللي هي السكر. لا لا او الملح. لا 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 لا. ما هو ميزه هاي المونه انه ما فيها مواد حافظه، فهي اصلا معموله على الطريقه القديمه للضاين سنه. بس صوص الحبق اللي هو البيستو صوص، اللي هو اصلا ما في منه هون، يعني العالم عم توصي منه من لبنان ليجيبوه. فنحن هذا حبق كمان، هذا حبق مجفف. أيوة. حبق مجفف. البيستو صوص هو اجباري ينحفظ بالبراد. طيب خلينا نحكي شوي، اليوم لما بنشوف سوق الاعمال اليدويه من ماكولات وغيرها صار اليوم سوق كثير كبير، والناس صار عندها هي الثقافه فعلا لحد تتجه عليه، شو اللي بيميز هذا المشروع لحتى نقول استمرار انتشار اكثر؟ تمام. شو حسيت انه هذا الشيء ممكن يميز مشروعكم؟ تمام. هلا اول شيء يعني انا اذا بدي اقول لك انه ايه اكيد في كثير ناس عم تشتغل هيك، صار في كثير ناس عم تشتغل مونه منزليه، بس نحن عم ننافس بالجوده، وجودة ما بتشمل بس الطعمة الطيبة، جودة بدها تكون محيطة بكل شيء، بالشكل، بطريقة العرض، حتى بخدمة الزباين والتعامل مع الزباين، حتى بميزة تنافسية جديدة دائماً، يعني دائماً نحن في عنا أصناف جديدة عم نضيفها، ما عم نوقف عند أصناف معينة يعني. والأسعار في شرائح معينة ممكن أو هي متاحة يمكن لكل الناس تقدر تشتري؟ هلا هي الأسعار انا ما فيني اقول لك انا بنافس بالجوده وبالسعر، لانه انا متى ما بدي احافظ على جوده عاليه في سعر معين، في سعر انا ما بقدر انزل عنه لحتى الجوده تضل محافظه على هاي الجوده نفسها. فاليوم السعر معتدل. طبعاً. السعر هو على يعني مثل كيف بدي اقول لك انه هو على هاي الجوده كثير منيح. واسعار تنافسيه اكيد، يعني نحن بنعرف انه هاي مثل ما قالت فرح يمكن صار في كثير ناس تشتغل هذا الشيء، بيختلف حتى طريقه التسويق نفسه، يعني اليوم اذا بدنا نشوف كيف مغلفين اللوجو اللي اخترتوه كل هاي التفاصيل. خليني اسال كوكيدو شو يعني؟ كوكيدو هي طبخه بالاسباني، بما انه هو بلش اصلا مشروع طبخ، حتى اول ما بلشنا من سنتين بالشام كمان كان هو وجبات طبخ للطلاب. بلشتوا طبخ بعدين صرتوا مونه؟ بعدين بلش، فهو كوكيدو بالاساس طبخه بالاسباني، بعدين ضفنا له مونه اند مور، لانه بلشت اعمل شيء بيختص بانه اذا حدا بده ياخذ هديه من عنا. حلو. كبوكسات يعني، تنسيق بوكس
مكتوب عليه الاسم ممكن او فموني اند مور لانه هو في على الانترنت اذا بدك تهدي اذا متخانق انت وحبيبتك خذلها هي احلى هديه صار ممكن خذلها شويه شوكولا شويه فهلا اذا واحد مزعل مرته يفتلها جهت موني هيك على حطها للصندوق كرمال هيك صار موني اند مور لانه هو اكثر من موني انا بالنسبه لي هو صار اكثر من مشروع صحيح. موني تمام بتدخلي شوي بالطعمات بتعطي رأيك بالطعمات أو اختصاصك بس الناحية الجمالية لا أنا بدوق الطعمات كله طيب بس ما بتساعدي كله طيب كتير مهم أنك تحافظي على نفس الطعمة دائما يعني يكون أنت خلص العالم تعودت على طعمة معينة ما بصير أنك كل فترة تغيري لهم فلا صحيح. الطعمة المفروض تضل هي نفسها النظافة هي نفسها دائما نحافظ على خط معين ما نزيح عنه اكيد كمان مدام لورانس يعني خليني اسال شوي هلا هدول الصوصات اللي حكيت عنهم هن شغلات جديده يعني سابقا ما كانت الناس تعرفها او تعملها ممكن شو في بهارات بقلب البيت بنستخدمها شو في شيء بالطبيعه بنعرف طبعا الاماكن الجبليه مشهوره بهدول التوابل فبتستخدمها هلا صارت اساسيه تكون موجوده واسعارها بالسوق كثير غاليه يعني مثل ما قالت حتى في البعض ما بيلاقي فبيضطر يجيب من لبنان احيانا توابل فانت عم تعملي هاي الخلطات هلا انا شايفه هي صوص الحد صوص البيتزا فخلينا نحكي عن هي الشغلات الجديده اللي صرتي عم بتدخليها بطريقه المونه هلا لي اول شيء بلشنا نعمل صوص البيتزا فينا نعمل بتنجان مشوي بالقطرميزات ويضل للسنة يعني فيك للمتبلات فينا نعمل اشياء مثلا صوص الحبق هاي شغلات غريبة شوي ليمون مربى الليمون كمان يعني كل شيء كل مرة حمطتني يعني كل مرة بعمل شيء جديد يعني كل مرة عندي فكرة جديدة كتير حلو أنا بما أني يعني شغلتي الطبخ وهيك على طول بجرب يعني بحاول جرب بعرف الطعمات نيالهم شو بيدوقوا معناته بالبيت نيالهم خلينا إياك يا أكيد بدنا نقول لكم شكرا كتير على وجودكم معنا فتحتوا نفسنا هلأ نوصل رح نطلع نفطر فورا بس نخلص الحلقة شكرا موفقة كتير مدام لورانس وموفقة يا رب بهذا المشروع الحلو المميز اللطيف خلينا نقول اليوم كلياتنا قادرين نعمل مشروعنا الخاص طالما في هي الرغبة والمحبة اللي شفناها عند المدام لورانس يا رب كلكم ذوق لكم وميرسي ومنتشكر مدام رانا كمان مدام رنا طباع ببازار ألوان سورية كان مشاركتنا فيه هي فتحت لنا مجالات أوسع أكيد أي شخص داعم نحن كمان منتشكره بدون شكرا لكم شكرا لوجودك كلكم ذوق ميرسي أما هلأ فرح لح نروح للحسكة تحديدا أقامة مديرية الثقافة وجمعية الصفصاف الخابور الثقافية وفرع اتحاد الكتاب العرب معرض زياء تراثي يمثل زي أهالي الحسكة بمختلف طبعا المكونات الاجتماعية تفاصيل مع مراسلنا أحمد الحمدوش ضم صالة المعارض في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة ضمن فعاليات أيام الثقافة والتراث معرضا للأزياء التراثية أقامتها مديرية الثقافة وجمعية صفصاف الخابور الثقافية وفرع اتحاد الكتاب العرب يمثل زي أهالي المحافظة بمختلف مكوناتهم الاجتماعية اليوم شاهدنا معرض اللباس والأزياء الشعبية خلال مراحل تطوره من القرن الماضي حتى يومنا هذا للتعريف بهذا التراث وتنوعه وهذا ما يميز الجزيرة السورية بأنه تراث متنوع ديموغرافيا واجتماعيا وحتى ثقافيا الأزياء اليوم هي متنوعة وتمثل الفسيفساء الجميل لمحافظة الحسكة من كافة المكونات وهذه الأزياء بعضها يعود إلى قرابة القرن يعني من الآن وهي تراثية قديمة وتهدف إلى تذكير المجتمع وتذكير الشباب خصوصا بماضي أجدادهم وكيف كانت الأزياء آنذاك رئيس مجلس إدارة جمعية الصفصاف أحمد الحسين أكد أن الزي واللباس إضافة لوظيفتهم المعروفة هو حالة جمالية تعكس تنوع الأذواق والمستوى الاجتماعي للناس ونحن أمام هذا التنوع الغني للرجال والنساء والأطفال ولكافة المكونات ونلاحظ صورة بهية لمجتمع الجزيرة السورية قبل كان يقال لبس العود جود فالزي أو اللباس إلى جانب وظائفه الاجتماعية هو حالة جمالية وهو يعكس تنوع الأذواق وهو يعكس المستوى الاجتماعي للناس وهو يعكس تبدل القيم حسب الزمان
فنحن هنا اليوم أمام هذا التنوع الغني بأشكاله، لباس للرجال، لباس للنساء، لباس للأطفال والصبيان، لمختلف المكونات، المكون العربي، الكردي، القصوراني، السرياني، الآشوري، الشاشاني. تلاحظ كيف أن هذا اللباس عكس لنا صورة بهية للمجتمع، مجتمع الجزيرة السورية. وبهذه المناسبة أقيم على خشبة المسرح في المركز الثقافي جلسة تراثية قدم خلالها عدد من الفنانين مقتطفات من الشعر الشعبي المنوع ومعزوفات موسيقية على الناي والربابة. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة. سلمى، وصلنا لفقرتنا الختامية يلي كتير أسئلة اليوم ببال الصبايا، خاصة يمكن بهي الفترة من الوقت لما منتعرض يمكن لتساقط الشعر بشكل كتير كبير. ما بعرف سلمى إذا هي فعلا مرتبطة بأوقات معينة بالسنة أو إلى أسباب تانية، أو حتى يمكن كتر الصبغة، كتر التجميل، ما بعرف شو السبب يلي ممكن يسبب تساقط الشعر بهالشكل الكبير. أكيد فرح، أسئلة كتير بتخطر عبال الكل، يعني مو بس الصبايا، حتى الشباب هلأ صاروا عم بيعانوا من هاي المشكلة بشكل كبير. وزمان كانوا يقولوا العمر، أنه عمر معين بتبلش تساقط الشعر أكتر من غير وقت، أما هلأ عم نشوف بكل الأوقات أيمت ما كان بنمشط شعرنا بنلاقي عم يطلع كمية شعر، أيمت بنقول هاي كمية طبيعية، هذا التغيير الطبيعي اللي الإنسان بيفقده، أيمت بنقول لا في عنا مشكلة ولازم نلاقي لها حل. كل هاي الأسئلة رح جاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة هلا الحوش، اختصاصية التجميل. أهلا وسهلا فيكي دكتورة، يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل اللي عم بيشوفونا. صباح الخير دكتورة مرة ثانية. يعني اليوم لما بنحكي تساقط الشعر يعني مشكلة كتير بشعة، خلينا نقول وفئة كبيرة من الناس كمان عم بتعاني منها، شائعة. تمام، خلينا نعرف أول شيء شو أسبابها، إن كان الأسباب بتتعلق يمكن بطبيعة جسم الشخص أو الأسباب الخارجة عن إرادتنا. هلأ أسباب تساقط الشعر طبعا هي كتير واسعة، وأشياء نوع منها هلأ تساقط الشعر الموسمي اللي بيصير مع تبدل الفصول، يعني مع نهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء، يعني اللي بيصير بالخريف وبالربيع هو أشياء أنواع تساقط الشعر اللي هلأ العالم العوام بيقولوله أنه بيهر الشعر على موسم الباذنجان. كتير بيقولوها هي رد فعل طبيعية من الجسم على التبدلات البيئية المناخية، تبدل درجة الحرارة اللي بيصير بين الفصول، فهو رد فعل طبيعي أنه يهر كتير الشعر. طبعاً إحنا بنعرف أنه الشعر بشكل عام بتمر بثلاث أطوار، طور النمو اللي 90% من الشعر بيكون بطور النمو، بعدين بتدخل طور تراجع ومن ثم طور راحة. بطور الراحة بقى بصير فيه هذا تساقط الشعر، بيستمر تقريباً من شهرين لثلاث شهور، المفروض ما يطول أكتر من هيك، وبيرجع الشعر بعد فترة بيرمم نفسه، فهي هي حالة كتير طبيعية. أما لما نحن بنشوف أنه هالفترة هاي طولت أكثر من 3 شهور، أو صار في عنا نحن نقص كثافة واضح بالشعر، يعني مثلاً بتطلعي أنه في ناس مثلاً بيوصل معهم لمرحلة أنه بتطلعي فيهم أنه فروة الرأس صارت مبينة تماماً، جلدة الرأس بتصير كتير واضحة. هون بقى نحن ندور على أسباب أخرى لتساقط الشعر. في عندنا نحن طيف واسع من الأمراض اللي ممكن أنه تسبب لأشياء، يعني أشياء شيء منها مثل مثلا فقر الدم، عوز الحديد شائع كتير عند الصبايا، نقص فيتامين د، نقص فيتامين بي 12، أمراض الغدة الدرقية بكل أشكالها، فرط النشاط أو القصور، الحمل، الولادة، الإرضاع، عمل جراحي حديث، إذا كان حدا عامل عمل جراحي فإجباري بيصير عنده تساقط شعر، الناس اللي انصابوا بفيروس كورونا كمان كتير راجعنا بالعيادات آخر فترة من سنتين ولهلا، في ناس منهم وصل تساقط الشعر أنه انفقدوا 70% من الشعر الموجود بالفروة. طبعا نحن كله منطمنهم أنه هاي الأشياء كلها مؤقتة وكلها بترجع بتتراجع وفي إلى علاجات، أنه ما يخافوا، يعني أي شدة أو أي ستريس حتى نفسي بتعرض له الشخص، أي إنتان شو ما كان، فيروسي، جرثومي، ترفع حروري، الناس اللي عاملة دايت ونازل وزنها أكثر من 10-15 كيلو، وخاصة إذا كانت الحمية أو الدايت ما أنا منظمة أو ما أنا عن دكتور تغذية عاطيهم الفيتامينز والمعادن اللي الجسم بيكون بحاجة إلى هالفترة. في أسباب كتيرة، في بعض الأدوية كمان ممكن تكون سبب
مثل الناس مثلا بتاخذهم ادويه روتينيه ضمن حياتهم اليوميه مثل ادويه ارتفاع ضغط الشرياني، مضادات الحموضه اللي الناس بتاخذ منها كل يوم حب الصبح، الصبايا اللي عم يعالجوا حب الشباب بالريتان، الايزوتريتينوئين بينقص البيوتين فبيعمل كثير تساقط شعر، الادويه مضادات التخسر، مضادات الكوليسترول، في كثير طيف واسع من الادويه اللي عم تكون هي السبب. فكل مريض بدنا ندرسه كحاله مستقله عن الاخر. خلينا نقول اول طريقه للعلاج شو بتنصح فيها الدكتوره هلا؟ طبعا بعد ما نعرف الاسباب اكيد ممكن توصفي تحاليل، فاول طريقه للعلاج شو ممكن تكون؟ هلا بعد ما نحن نكون عملنا دراسه تشخيصيه واخذنا قصه سريريه كامله للمريض وعملنا شويه تحاليل فحوص مخبريه نحن بحاجتها، فبقى كل حاله بنعالجها حسب السبب. اذا كان في عندنا نحن اعواز بالفيتامينز والمعادن فنحن دائما نكتب ادويه بنركز فيها على المتممات الغذائيه اللي كثير بتكون غنيه مثلا بالزنك، فيتامين سي، البيوتين، الكولاجين، الالسيستين، هي كتير بتفيد انه بتنشط الدورة الدموية وبتساعد انه الشعر يرجع يرمم، هالبصلات هي ترجع انه تترمم ويرجع يطلع لنا شعر جديد. كمان في بعض العلاجات مثلا اذا كانت الحالة اشد تعتمد على حقن، مثلا ممكن نحقن بي ار بي او البلازما الغنيه بالصفيحات، بيعمل المريض جلسه كل اسبوعين كمان بتنشط الدوره الدمويه، تقريبا 4 جلسات بيلاقوا نتيجه كثير مهمه بتوقف التساقط بشكل كثير كبير، وبعد فتره بيرجع بيطلع شعر جديد. كمان في انواع جديده من الميزوثيرابي كمان كلها بتعتمد على حقن، في هلا كمان فيلر نازل للشعر، في كثير علاجات حديثه وعم تتطور. ما إلى اي اثار سلبيه؟ لا طبعا، لا اكيد كلها علاجات مدروسه حسب كل حاله. يعني مجرد نسمع كلمه حقن هي وخاصه بجلده الراس بمناطق حساسه ممكن تعمل حاله خوف شوي عند الصبايا. لا طبعا هي اكيد عم تكون العلاجات مدروسه، تركيبه المواد غنيه بالاحماض الامينيه، موسعات اوعيه، هيرونيك اسيد، طبعا بينعمل كورس معين وكل مريض حسب عمره. مثل ما قلت لك اذا في مرض ثاني موجود بدنا نعالجه، مثلا عندك الصبايا هلا كثير شائع عندهم مشكله المبيض متعدد الكيسات طبعاً، واللي هو بيسبب تساقط شعر بنسبه كثير كبيره، فهي المريضه اذا انا عملت لها مثلا هي العلاجات الخارجيه وانا ما عالجت لها المشكله الهرمونيه اللي هي موجوده عندها فهي اكيد ما تستفيد بشكل كتير كبير. فكل مريض احنا بندرسه بحالة مستقلة عن الآخر، يعني مو كل المرضى بنوصف لهم نفس العلاج بيشبهوا بعض. طيب كمان دكتورة بنسمع كتير عن شغلات تجميلية اللي هي مثلا بعض أنواع الشامبو انه هذا شامبو ضد تساقط الشعر، بعض أنواع الزيوت، بعض أنواع المراهم، قديه هذا الشيء خليني أقول أو الكريمات هذا الشيء صح الشعر بيستفيد من برا لما بنحط له هاي المواد ولا لا؟ لازم يكون العلاج داخلي يعني شيء ناخده حب او غذاء معين او حتى مثل ما قلتي بعض العلاجات اللي هي عم تعتمد على الابر، انه اللي بيكون في له فايده اكثر؟ كلهم بيكملوا بعضهم. هلا نحن اكيد بنعالج جهازي فموي وكمان بنوصف نحن بعض العلاجات الموضعيه، في بعض الشامبوانات مثلا اللي فيها مينوكسيديل اللي هو موسع وعائي وبنشط كثير بالترويه الدمويه للفروه، كمان كثير بيخفف من تساقط الشعر، في بعض الماسكات والزيوت اللي كثير بتفيد الفروه مثل زيت الارغان، زيت اللوز الحلو، كلها هي موصوفه طبعا اذا استخدمت بالطريقه الصح. في بعض انواع الشامبو مثلا اذا كان حدا شعره كثير دهني او كثير بزيت، واحيانا الشعر يعني خلينا نقول الزيت كثير بالفروه اذا كان الشعر كثير زيتي تماما بصير الشعر بهر اكثر لانه انت عم تسكري المسام، فانت بدك تستخدمي شامبو بناسب نوع الشعر، الجاف له خط معين، الدهني له شامبو معين، البلسم والزيوت اللي العالم تستخدمها بعد الحمام احيانا في ناس تستخدمها بطريقه غلط. هلا مثلا البلسم في كثير ناس بتحطه على فروه الراس تتركه ساعه، فهون بالعكس انت سببتي انه يهر الشعر اكثر من الاول. فنحن طبعا في يعني في علاجات موضعيه من شامبويات وكريمات وماسكات تستخدم للشعر اضافه للعلاجات الفمويه، بس كلها بدها تكون مدروسه ومو كل شيء نحن بنشوفه على النت او السوشيال ميديا بنسمع عنه بنصدقه ودغري بنروح بنطبقه يعني لا اكيد هذا غلط. اكيد. وكمان في ناس اللي بتعمل شعر كثير، يعني مثلا هلا في ناس طبيعه شغله مثلنا وغيره مثلا بيضطر انه يستشور شعره او انه يتعرض للحرارة أكثر من مرة بالأسبوع وبشكل قاسي مثل ما بيقولوا، هي كمان بتساهم تساقط الشعر، هل في حلول للحماية؟
أكيد هلأ كل ما تعرضنا نحن للحرارة اللي كتير قوية بتأذي الشعر كتير، يعني هلأ ضوء الشمس العادي والكلور والمسابح وحتى المواد اللي بيعملوها هلأ الصبايا البروتين والكيراتين لحتى تخلي الشعر دايما ليس ويريحهم كتير وما ينفش، تركيز الفورم ألديهيد فيها بيكون كتير مدروس، كل ما كانت النسبة أكبر كل ما عملت أذية لبصلة الشعر أكتر. هلأ نحن بنحاول دايما ننصح المريضة أنه تخفف قدر الإمكان يعني، واللي ما بتقدر أو شغلة بيتطلب منها أنه دايما يكون المظهر كتير أنه لائق وكذا وهيك، فأنه هي لازم كتير تهتم بالفيتامينز وبتغذيتها، كتير منركز على الغذاء الصحي والمتوازن، يعني بالنهاية الشعر بده ياخد تغذيته من الدم، فكتير منركز على الأغذية اللي فيها بروتين شو ما كانت مصادره، سواء كانت بروتين حيواني مثل البيض، الجبنة، الحليب، اللحومات، أو حتى البروتين النباتي، شرب السوائل، ناخد كتير فواكه مشان ناخد منها نحن الفيتامينز والمعادن اللي كتير ضرورية، نلعب رياضة، نخفف كتير مثل ما قلنا من هالعوامل، ونستخدم كريمات، ماسكات، زيوت بتناسب شعرنا وبالطريقة الصح. أكيد نتشكر كثير دكتورة هلا على كل المعلومات اللي قدمتيها. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك ولوجودك. سعد صباحكم. أكيد سلمى، لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم مع ضيوفنا المميزين، نتمنى لكم أكيد بقية النهار يكون كثير حلو، حمل معه كثير من الانفراجات. شكرا لكل مين تابعنا ونهارك حلو يا سلمى. نهارك حلو فرح، ونهار حلو أكيد لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. إن شاء الله يا رب اليوم يكمل معكم كلياته طاقة وخير وصحة، ضلوا بألف خير، وأكيد بكرة رح نكون بموعد خاص مع حلقة من البيست أوف وأبرز العناوين والمحطات اللي مرت معنا بأسبوع. باي باي.